وقعت النطاق من 4 أبريل ل 24 أبريل للحد من حوادث المرور في شهر رمضان الكريم. علاش روحك يا أخي المواطن تعبان ولا مش قادر تسوق ولا معليش حبس؟ إطار الحملة التحسيسية الوطنية للوقاية من حوادث المرور تحت شعار لرمضان آمن سوقوا بحذر الممتدة من تاريخ 4 إلى 24 أبريل 2022، حيث قامت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان بتسطير برنامج خاص لإنجاح هذه العملية، وهذا بتسخير جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية، وهذا بتنسيق مع أمن ولاية غليزان والمصالح الحماية المدنية والجمعيات الناشطة في ميدان السلامة المرورية من أجل توعية سواق مختلف أصناف المركبات طيلة الشهر الفضيل، حيث ارتكزت الجهود على التحسيس من مخاطر بعض السلوكيات التي غالبا تكون سببا في كثير من الحوادث، منها مخاطر السياقة تحت تأثير التعب وقلة النوم، الإفراط في السرعة وفقدان التركيز قبل الإفطار، النرفزة أثناء السياقة التي تميز هذه الفترة، عدم احترام مسافة الأمان، وكذا مخاطر السياقة بعد الإفطار لمدة طويلة. كما تم توزيع مطويات تحمل نصائح وإرشادات بمناسبة هذه الحملة.